فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تأتيني وساوس إذا كبرت للصلاة لأنني قد قطعت النية أو أنني أصلي لغير الله، فأقوم بقطع الصلاة وأكبر مرة أخرى، يقول: ما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا أن تنتهي عن هذا وتترك هذا الوسواس، هذا وسواس من الشيطان، فاتركه وارفضه وأقبل على صلاتك، ولا تلتفت لي انك ما كبرت، انك ما انتب على وضوء، انك انتقض وضوءك، اترك هالوساوس هذه، ارفضها رفضا تاما. نعم.